بسم الله الرحمن الرحيم. Today topic is pharyngeal separation as a continuation of the inflammation of the pharynx. عايز بس انبه انه احنا الفارنج ما عندناش congenital anomalies, مش عشان هي ما فيش, it is quite rare, وبالتالي هي مش مطلوبه منك كundergraduate, لكن هو actually في anomalies طبعا, بس مش مطلوبه منك ان انت تبقى عارفها. Traumatic conditions of the pharynx برضو في, بس احنا مش طالبينها منك ان هي رير شوية. يعني انا هديك مثال مثلا عشان تبقى انت متخيل, في طفل صغير عمال يلعب بالقلم فبيروح واقع على بوز القلم فبيعور البلت بتاعه مثلا, بيخش في السوفت بلت وفي الهارد بلت. يعني بيبقى فيه شوية traumatic conditions, بس مش عليك لان هي برضو تعتبر رير شوية. عشان كده احنا بنخش مباشرة على الانفلاماتري conditions, وزي ما جزء شرحه لكم امبارح الدكتور شريف, بنكمل بس حته لان احنا بنعتبر ان السابيريشن ده جزء من الانفلاميشن, بس ده حاجه مهمه ومشهوره عندنا جدا ولازم نبقى احنا عارفينها. تعالوا نخش بقى. السابيريشن دي عباره عن انفكشن وابسس فورميشن في حته معينه من الفرنجال سبيسز اللي عندنا, واحنا عندنا كام فرنجال سبيس هقوله لكم واحنا هنرجعهم واحنا شغالين دلوقتي بسرعه. اول واحد اسمه peritonsillar abscess او احنا بنسميه كوينزي. يعني ايه peritonsillar abscess؟ ده عباره عن كولكشن بيحصل ما بين التونسل نفسها والكبسول بتاعها. اتاري التونسل دي ليها كبسول بيفصلها عن الكونستريكتور ماسلز, فالكبسول ده عباره عن فايبرس تيشو. فالتونسل نفسها لو حصل كولكشن اوف بس ما بين التونسل وما بين الكبسول احنا بنسميه بيري يعني حوالين peritonsillar abscess. طبعا انتوا عارفين ان التونسل ليها ناحيه ميديال فيسينج ذا فارينكس, وفي ناحيه لاترال ان ابورد شويه يعني سوبيريور فيسينج ذا كونستريكتور, فهو الباس بيتحوش في الحته دي واحنا بنسميه كوينزي. كوينزي دي كلمه لاتينيه قديمه معناها مكرش, فاكن التونسل بقت مكرشه, يعني اكن التونسل بقت داخله ميديال علشان في ابسس هنا تحوش ما بينها وبين الكبسول بتاعها. كويس, ايه اللي يعمل الابسس فورميشن ده؟ ابسس يعني انفلاميشن, يبقى لازم معناها كان في انفلاميشن في هذه المنطقه in this area. طيب ايه اللي يعمل كده؟ by far the most common cause of this is an acute tonsillitis. وبالتالي لو رجعت في التونسيلايتس هتلاقي ان ليها complication, one of the complication is formation of Kuenzi. ليه الانفكشن؟ it can pass from the crypts, هنا بالذات crypta magna to the capsule, وهناك بيعمل inflammation, cellulitis and abscess formation. طب خد بالك, هل ده معناها ان كل عيان عنده تونسيلايتس يجي له Kuenzi؟ لا طبعا, التونسيلايتس دي is a bilateral disease, Kuenzi is a unilateral disease, very rare ان هي تيجي بايلاترال وان كان وارد. لكن الفكره هل كل عيان عنده تونسيلايتس يجي له كوينزي؟ لا طبعا. طب مين العيان اللي عنده تونسيلايتس هيجي له كوينزي؟ ما نعرفش, ما عندناش اي ايديا. جايز المناعه بتلعب دور, جايز في فاكتورز ثانيه ما نعرفش, ولا الايدج, في صغيرين وفي كبار. لكن اللي عارفينه ان احنا بنعالج التونسيلايتس كويس لان في بوسيبيليتي ان هي تخش في كوينزي. لكن خد بالك من دي, اللي جات له مره كوينزي قبل كده بقى عنده سبيس اتكون في باص اتعالج ازاي, زي ما هنقول بقى عنده liability to develop Kuenzi again, هو ده اللي احنا عارفينه. لكن لو واحد ما عندوش قبل كده هل ممكن يجيله؟ ممكن, الله اعلم. يبقى السبب الرئيسي هو التونسيلايتس. طيب ايه الميكروبس الموجوده في الحته دي؟ هو الميكروب بتاع التونسيلايتس اللي هو الايه؟ اللي هو ستريبتوكوكس البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكس. طيب هل ممكن في حاجات؟ دي حته كلوزد سبيس, فممكن يكون في شويه ايريوبس ان يوروبس كمان عشان ده كلوزد سبيس, وات ايفر بقى نوعيه الاورجانيزم فبيبقى ميكسد انفكشن. طيب ايه هي الكلينيكال بيكتشر بتاعه العيان ده؟ عادي جدا, واحد عيان عنده اكيوت تونسيلايتس. طب ارجع للورا, يبقى اللي احنا هقوله ده كوبي بيست من التونسيلايتس, حتى انت ما تذاكروش تاني, افهمه بس. يبقى عيان عنده تونسيلايتس يعني عنده ايه؟ يعني عنده جنرال مانيفيستيشنز اللي هي ايه بقى؟ عنده فيفر, عنده هيديك, عنده بودي ايكس, عنده ماليز, عنده وجع في جسمه, مش قادر ومهمد ومش عارف يتحرك. طيب وبعدين هتلاقي الفيفر بتاعته عاده بتاع التونسيلايتس بتوصل ل39 وتوصل ل40. طب لوكال يجي يقول لك ايه؟ انا عندي سور ثروت, زوري بيحرقني, انا عندي ديسفيجيا ببلع بالعافيه, انا عندي اوداينوفيجيا ببلع ودني بتوجعني. يبقى اللوكال بين اند ريفيرد بين تو ذا اير, اوعى تنسى عن طريق جاكوبسون نيرف بتاع كلوسفرنجيل نيرف. تمام, عندي neck pain and neck swelling. neck pain يعني ود الرقبة بتوجعني, و neck swelling اللي هو هيبقى draining lymph node بعد كده.
وممكن كمان بتبقى ريحة فمه مش حلو اللي احنا بنسميها فيتروز. هو كوبي بيست من الأكيوت تونسيلايتس، مفيش أي فرق. يعني العيان اللي عنده كوينزي مش هيبقى عنده فرق قوي ما بين الاتنين. طيب تفحص العيان جنرالي نفس الكلام، هلاقيه ايه؟ هلاقيه عنده فيري هاي فيفر 39 و40، ولاقي عنده تاكي كارديا، وتلاقيه فلاش العيان السخن قوي. ده احنا بنقول لكم ليه الكلام ده بتاع تونسيلايتس، اصل خد بالك تونسيلايتس ده از ا فيري 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 كومن كونديشن في الاطفال وفي الجنرال براكتيشنرز، هتشوفه في حياتك وفي بيتك وفي اسرتك ومع كل الناس، فلازم انت تبقى عارفه از جي بي حتى. وخد بالك انه كومن ما بيننا وبين الاطفال ما بين بتوع البطن كمان. حلو، يبقى اكزامينيشن هتلاقي الباس بقى ايه؟ هتلاقي انا اسف بيكتشر اوف تونسيلايتس، تفتح البق بتاعه العيان هتلاقي ايه؟ هتلاقي باس موجود، والباس الموجود ده مالي على الانتيرو على الفيس بتاع التونسيل، وهتلاقي كونجشن قديمة في السوفت بان، بس معاه بقى شويه حاجات زياده. زي ايه بقى؟ ودي اللي احنا بنعرف بيها انه في باس اتكون، يعني بقى في ابسس. عندي علامتين العيان ممكن ياخد باله منهم زي دول، ان البين يبقى ثروبنج، بينقح بام 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 بيضم، ده عامل زي بالظبط الدم بتاع الاسنان. والفيفر بتبقى هكتك، هكتك يعني سبايكي، طالعه نازله طالعه نازله طالعه نازله ما بتقعدش. ولما تيجي تفحص العيان تلاقي بقى دخل في حكه غريبه شويه، دي كده اسمها تريزموس، التريجويد ماسلز اللي موجوده في البارافرنجيال سبيس بيحصل لها سباز، دي اسمها تريزموس. العيان يبقى عامل زي ده كده، وكمان ممكن يبقى عنده تورتيكولس. تورتيكولس يعني سبازم في الستيرنوماستويد ماسل، تبقى عامله كده اهو. فالسبازم ده بيخليها شداها شداها مقلوبه، دول حاجتين معناهم ان بقى في انفلاميشن جامد موجود. تبص جوه تلاقي ايه بقى؟ بص كده الاقي سويلنج زائد التونسل كلها، خد بالك بالانتيرور بيلر اهو، ناحيه مين؟ ناحيه السوفت باليت اهو، سويلنج كبير. يعني انا ممكن الاقي التونسل نفسها عليها باس، صح ده تونسلايتس مش دعوه بيه بقى، لكن الاقي التونسل نفسها اهو كونجشن وإديمة هم ومالهم، وزقين التونسل بالسوفت باليت ميديالي. ميديالي يعني ناحيه الناحيه الثانيه، التونسلايتس ما بتعملش كده. حتى ايفن لو التونسل نفسها كبيره شويه تلاقي الانتيرو بيلر ده كده والتونسل نفسها هي اللي كبيره، وما تزقش السوفت باليت كده. بص شايف ازاي؟ دي تونسيلايتس على ناحيه، طب من الناحيه الثانيه تونسيلايتس بس عامل ازاي؟ واصله فين وزقت ايه؟ بص تاني، شايف ده تونسيلايتس هنا من ناحيه، لكن شايف الاديمه دي اللي زق السوفت بلد كله للناحيه دي مع الكونجيشن القديمه اللي جامده هنا. بص اهي ادي اليوفيلا اديمتس ومزقوقه كلها، وادي السيفير اديمه اللي موجوده هنا. يبقى انت اللي بتلاقيه زياده انك بتلاقي سفير إديمة على الانتيرو بيلر في الحته القدامانيه بتاعه التونسل مع البيكتشر بتاعه التونسلايتس. طبعا تحط ايدك تلاقي عنده جاجلو دايجاستريك ليمف نودز، غالبا هيبقوا بايلاترال لو هو كان عنده بايلاترال تونسلايتس، بس هتلاقيهم كبار، هتلاقيهم تندر، وهتلاقيهم منفوخين، ولازم هتلاقيهم بايلاترال. يعني الا لو فرضنا يعني انه كان عنده كوينزي على ناحيه والتونسل الناحيه الثانيه سليمه، وده صعب شويه. تمام كده؟ حاجه بقى تأكد بها القصة، روح هات لي سرنجة ودبها في الحتة دي واسحب شوية وهتلاقي البص طلع، يبقى ده أكيد بيريتون سيلدر أبسس. بس طبعا طبعا اللي أنا بذكرها لكم دي مش حاجة عشان تتعمل، دي حاجة بس عشان نبقى احنا فاهمينها إن دي وان أوف ذا ميثود تو كونفيرم إن العيان ده عنده كوينزي. طب ليه ما بنعملهاش لسببين ثلاثة؟ السبب الأولاني أنا إيه الفايدة؟ هل أنا في عندي طرق تانية؟ أنا كلينيكالي ممكن أبقى عارف. طيب خد بالك من الحته دي، العيان ده ممكن يبقى في سيليولايتس، يعني مجرد انفلاميشن قبل ما يقلب لباس فورميشن، قبل ما يتحول لباس. تقول لو احنا عملنا الحركه ديت مش هيطلع باس، بس الدنيا كونجستد واديمتس وبتاع، يبقى انا ممكن اعمل الحكايه دي عشان اتاكد هو دخل في الباس ولا لا. ماشي، طب انا ممكن اعمل سي تي بدل ما اعمل الحركه دي، خصوصا الحركه دي بلايند، ما انتش شايف انت داخل فين، وانت سهل قوي انك تعدي التونسل وتعدي الكونستراكتورز وتوصل للكاروتيدز اللي هي جنبك على الناحيه دي. وبالتالي الحركه دي مش حركه صح ان احنا نعملها، بس دي كانت بتتعمل فور كونفورميشن اوف باس فورميشن. بس هقول لك ليه بقى، بص الخطوه اللي جايه وتعرف ان احيانا بنعمل الحركه دي امتى. طيب هل انا ممكن اعمل انفستيجيشنز ولا لا، ومحتاجها ولا لا؟ تعالوا نشوف. هل انا ممكن اعمل سي تي سكان للعيان؟ الحقيقه ده سي تي سكان بقى في النك از نوت ريكويستد فروم يو،
لكن هقول لك الفكره. بص دي التونسل هنا تقريبا، ودي هنا الحته بتاعت اليوفيلا، ودي الحته هنا اهوت اهي، حته في البارافرنجيال سبيس ناحيه التونسل ومزقوقه كلها دي ميديا. على مستواك انا عارف ان الكلام اللي انا بقوله لك ده صعب عليك، وبالتالي هي مش مطلوبه منك، بس انا عايز اوصل لك يعني انه لا، ان ممكن ده يفهمني انه في تونسلر ابسس، ممكن طبعا وارد، وبيعرف يفرق هو ده ماس في التونسل ولا ده فلويد، وبالذات الام ار اي اكتر من السي تي، ده سي تي سكان مش ام ار اي. لكن هي البوينت محتاجينه ولا مش محتاجينه؟ يعني ايه محتاجينه؟ يعني this case is diagnosed clinically ولا I should perform CT scan to confirm؟ هو ده المهم تفهمه. طب هو انا ممكن اعمل culture sensitivity؟ ممكن لو انا سحبت شوية discharge، او لو خدت مسحة من على التونسيل واعمل لها culture sensitivity صح. طب انت هتستفيد ايه؟ انك تدي appropriate antibiotics؟ ممكن، بس ده هيساعد في الدياجنوزيس ولا هيساعد في التريتمنت؟ ده هيساعد في التريتمنت. طيب هل لو العيان ده عنده complications ممكن زي ما هنقولها كمان شوية؟ ممكن. لكن السؤال اللي بسأله لك هو أنا محتاج CT scan to diagnose ولا it is diagnosed clinically؟ لا الحقيقة 99% من cases لا diagnosed clinically، إلا لو أنت شاكك في حاجة أخرى تانية، وبالتالي لازم تقول بتفكر طب وأنا ممكن أشك في حاجة تانية؟ differential diagnosis from enlarged tonsil، يعني مثلا واحد عنده تيومر في التونسل ممكن تكبر، ممكن تكون عنده كرونيك تونسيلايتس وهي اللي مكبراها. عشان كده الكلينيكال سيمتومز هي اللي بتفرق معانا. والحقيقه it is diagnosed clinically، there is no need for radiology or CT scan to diagnose unless ان انت خايف ليكون عنده حاجه اخرى ثانيه. لكن انا ممكن اعمل الاسبيريشن دي لو انا عايز اشوف هي دخلت في مرحله الابسس فورميشن ولا لا، عشان نشوف هعمل له درينج ولا لا، او لو خايف من الكومبليكيشن. زي ايه بقى؟ ودي مهمه جدا، المنطقه بتاعت النك دي، يعني كل الابسيسز اللي انا هقولها لك دي دلوقتي كمان شويه كمان مهمه جدا، ممكن تعمل سيلولايتس في النك، يعني اديمه، يعني لارنجيال اديمه، يعني العين ده يتخنق. والكلمه دي هقولها لك تاني وتالت ورابع، دي مهمه جدا، دي نمره واحد. نمره اتنين، ودي مهمه جدا جدا جدا، انفكشن في الجسم، لو ما لحقتوش كويس هيعمل العيان ده ايه؟ بايميوسيتيسيم، يعني الانفكشن يمشي في الدم، وهتبقى من اخطر الحكام، دي بتعمل سبتك شوك وتكون كيلد ذا بيشنت. ادي نمره اثنين. نمره ثلاثه، ان ده وان اوف ذا امبورتنت سورسز تو فورم ا بارافرنجيال ابسس، زي ما هقول لكم كمان شويه. عشان كده لو انا شاكر في كومبليكيشنز محتاج اعمل شويه انفستيجيشنز تساعدني تو دايجنوز ذا كومبليكيشن نوت تو دايجنوز ذا كونديشن اتسلف. طيب عرفت ان عنده كده، اعمل ايه؟ هتعالجه. طيب اعالجه ازاي؟ والله لو لسه في المرحله بتاعت سيلولايتس، خد بالك بقى، يعني الابسس ما تكونش لسه، اللي هو البين ما بقاش ثروبنج والفيفر ما بقتش هيكتك، ويعني بقى اضطريت ان انت حطيت السرنج وما سحبتش حاجه، يبقى لسه في سيلولايتس، يبقى ده علاج التونسيلايتس اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الانتيبيوتكس والانتيبيوتيك والانالجيزك. بس يا ريت ده سيفير كونديشن، نديله انجكشنز زي الكيفالوسبورينز اكتر من انك تديله حاجات اورال زي الاموكسيسيلين كلاف اللي بياخدوها هناك في التونسيلايتس او البنسلين. طيب لو انت شاكك ان الابسس اتكون او تكون، الفيفر بقت هكتك والبين بقى ثروبنج وفي اديمه وسحبته لقيت في بص، هنا it should be drained. عندنا رول في الدنيا في الجسم، abscess is drainage, no abscess is allowed to leave alone, it should be drained. ده قانون ملوش حل، لان الجسم ما بيعرفش يتخلص من الابسس بسهوله. طيب drainage ده ازاي بنعمله من جوه؟ هنا اهو ادي التونسل، وادي التونسل ورمه جدا جدا، اروح انا فاتح في حته عشان اخش ما بين التونسل وما بين الكبسول بتاعتها علشان اقدر اشفط الايه؟ الديستشارج ده. طيب السؤال الاولاني، نعملها اندر جنرال ولا لوكال؟ ات كود بي دان طبعا اندر جنرال، لكن سمتايمز بنعملها لوكال انستيزيا، بالذات في الناس الادلتس، يعني هي بتحصل في الادلتس في الكبار، انما في طفل صغير هيبقى صعب جدا، لان انت عايز تفتح بقه وهتخليه maintaining his mouth opened وترش local anesthesia وتعمل incision وتوسع، كل ده العيان هيبقى مش هيسيبك الطفل. يبقى اذا general anesthesia في الاطفال وممكن local anesthesia في الكبار. حلو، هفتح فين؟ فين السايت اللي احنا بنفتح فيه؟ احنا بنفتح فيه يا اما the most bulging point، اللي انت لما تلاقي عندك abscess وفي عندك حته كده اصفرت صغننه دي اسمها most bulging، اكتر حته هو نفسه ممكن يفتح فيها ويعمل فيست، اروح فاتح فيه يعني جايب مشرط روح موسع الحته دي، ده حل. الحل الثاني ان احنا بنعمل كده اهو،
لاين ما بين اللاست مولر والبيز اوف ذا يوفيلا واروح واخده كده وفي السنتر واروح فاتح لبره شويه. ادي حل تاني. وممكن اخد عند الانتيرور بيلر كده اهو وبعمل لاين تاني وبروح فاتح هنا في هذا المكان وتلاقيهم مكتوبين مش قضيه يعني ما يفرقش معايا الحته دي. المهم فتحت. ثم بنستعمل ميثود كده اسمها هيلتون ميثود برضه مش مهم عليك ده مش شغلانتك قوي يعني. المهم ان انا بخش بموسكيتو كده او بارت صغير قلق عشان اخشها مقفوله وافتح عشان افتح اللوكيولاي لغايه ما درين كل الباس ده وده بينفع وبنعمله. ايوه وبنعمله وبيبقى فاضي طبعا. خلصت. هتدي لعند انتبيوتكس لو يا ريت لو خدت مسحه وعملت له كالتشر سنسيتيفيتي عبال ما تطلع تكون اديت له امبيريكال انتبيوتكس او مهم عشان لو فيها انيروبس ولا حاجات زي كده تتحسن. حلو. نيجي اللي بقى الحاجه المهمه. خف العيان مصلي بيخفوا بيبقوا كويسين. طب شويه هترجع له الكوينز دي تاني وهترجع له التونسيلايت تاني. يبقى اذا ده من احد الاسباب المهمه فور تونسيلايتومي. تونسيلكتومي از انديكيتد وانس حصل كوينز للعيان لازم تتشال لان بقى خلاص عندي ديد سبيس كل شويه هيحصل له كوينز فيه تاني. العيان ده عنده 50 سنه عنده 100 سنه عنده سنه لازم يشيل التونسيل. يبقى ده one of the important indications of tonsillectomy. تمام. يبقى ناس عندها سكول تاني وسكول دي احنا ما بنستعملهاش قوي عندنا في بلدنا اسمها كوينزي تونسيلكتومي. يعني ايه كوينزي تونسيلكتومي؟ هبقى ابعت لكم فيديو بيشاور ده بس عشان كبير شويه. انا عنده كوينزي انا هنيمه اندر جنرال انثيزيا هفتح هدرين الابسس واشيل التونسيل ات ذا سيم تايم. دي اسمها كوينزي تونسيلكتومي. ممكن تتعمل ممكن. طب احنا ليه ما بنرستنا احنا ما بنعملهاش؟ بيقول لك علشان خاطر ان انا لو لعبت في هذا الكلام الانفكشن اللي هو نتيجه الابسس بيبقى خلي تيشوز فرايبل نكروتيك بليدز ايزي اون تاتش وبالتالي انا علشان اقعد اخيط واعمل واسوي بيبقى صعب جدا ان اعمل كده وبالتالي في فرصه اكتر للبليدنج. بالتالي احنا ما بنحبش القصه دي انما دي حاجه وارده وفي ناس بتحبها وفي ناس بتعمل. اوكي تعالوا نخش على نمره 2 اللي اسمه ايه؟ بارافرينجيال ابسس. ايه البارافرينجيال ابسس؟ بس ابسس ان ذا بارافرينجيال سبيس. انت خدته لكن تعالى نراجعه بسرعه. فين البارافرينجيال سبيس ده؟ اهو ده كات سكشن كات سكشن اكزيال كده اهو. فين؟ في الهيد. بص دي ماكسيلري ساينس ماكسيلري ساينس ده نيزل سبتو يبقى ده اخر النوز يبقى ده زي ما نقول نيزو فارينكس او الحته بتاعه الاوروفارينكس كمان. حلو. بعدين ريمس اوف ذا ماندبل ريمس اوف ذا ماندبل. بعدين مين اللي لاترال ليها؟ ماسل اللي هي الماسيتر. مين اللي ميديال ليها؟ ماسلز اللي هم الميديال واللاترال تريجويدز. ودي مين؟ دي الباروتيد جلاند. حلو. ده السبيس اللي هو ما بين الفرنجال وول اهو وما بين التريجويدز والباروتيد اهم. ده السبيس ده اسمه دي بارافرنجيال سبيس. يبقى البارافرنجيال سبيس ده ماله؟ ميديالي ذا فرنجال وول اللي هو الكونستريكتور والميكوزا. لاترالي مين؟ الميديال ولاترال تريجويدز. طب وات ار ذا كونتنتس اوف ذيس سبيس؟ لو حد منكم فاكر اهمها نعم دي كاروتيد شيث. مين هو الكاروتيد شيث؟ ها انترنال كاروتيد ارتري لاست فور كرينيال نيرفز 9 10 11 12 internal jugular vein sympathetic chain and some small lymph nodes and minor salivary glands. دي contents بتاع the parapharyngeal space. تمام. الكلام ده مهم جدا جدا. ده بينزل من السكال بيز من فوق لغايه طول النك تحت. ده مهم قوي ان انتوا تبقوا فاهمين the parapharyngeal space ده عامل ازاي. اوكي what is بقى the problem ان حصل فيه abscess formation في هذا المكان؟ ايه السبب؟ احنا لسه قايلين واحد من الاسباب كوينزي. يبقى انفكشن كان سبريد من التونسل للبارافرنجيال. ما هو اصل هنا يا دوبك انفيريور ليها هتلاقي التونسل. ما هو ده التونسل بتبقى قاعده. ده هنا لو ده مثلا مستوى النيزوفارينكس لو ده مستوى الاوروفارينكس يا دوبك هتبقى التونسل في هذا المكان برضه يبقى لازقه فيه. تمام. يبقى ده سهل قوي السبريد من هنا لهنا. طب ايه كمان؟ ممكن الاكيوت تونسلايتس نفسها تروح تعمل بارافرنجيال ابسس من غير ما تكون عملت الايه؟ التونسلايتس. ممكن التونسيلكتومي نفسها لو كانت انسترايل. ممكن ايه كمان؟ ممكن لو انا عندي اذر ابسيسز في الجسم يعني مثلا الريتروفرنجيال ابسس ممكن تعمل نفس الكلام. انفكشن اوف ذا لاست مولر توث عشان بيبقى قريب ليها جدا. تخيل البتروزايتس بتبقى قريبه ليها جدا بس دي حته مقعقده شويه في السكال بيز انما ده وارد ان هي تعمل الكلام. طيب العيان اللي عنده بارافرنجيال ابسس تفتكر بيشتكي من ايه؟ بالاساس 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 هو ده اللي انا عايزك تركز فيه جدا ان بيبقى عنده سويلنج. سويلنج ده هنا اهو
يا دوبك behind and inferior to the angle of the mandible اهي قدامها وبينها وبين الايه المستايد بول في هذه المنطقه دي كده الحته دي اللي احنا هنسميها ده parapharyngeal space اللي جوه دي ليها طبعا فيبقى عنده swelling في هذه المنطقه زي ما انت شايف هذا الطفل هو ده الاساس لكن عنده جنرال بيكتشرز اللي قلناها واحد عنده ابسس يبقى ده فكره التونسيلات جنرالي عنده ايه عنده فيفر وعنده بين وعنده ماليز وعنده بوني اكس وهو الخ الخ لوكال عنده ايه عنده ديسفيجيا ودايموفيجيا وسور ثروت ونيك بين بس بالاضافه بقى هنزود عليها نيك سويلنج يجي يقول لك انا عندي نيك سويلنج تيجي تفحصه هتلاقي نفس الفكره هتلاقي تريزمس وتورتيكولوس وهنا اكتر لان هو الميديال ولاترال تريجويدز اللي قاعدين جنب البارافرنجيال سبيس بيحصل لهم سبازم هو ده السبب الرئيسي في التريزمس بالذات يبقى اكزامينشن هتلاقي تيجي تفتح بقه تلاقيها بالعافيه فدخلت من جوه بقه بقى هتلاقي السويلنج زائد الفارينجيال وول ميديال وسويلنج اهو لاترال بره اوتسايد ومعاها تريزمس ده احنا بنسميه بيكس تريات وده مهم جدا 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 يبقى ده المهم اللي انا هلاقيه ممكن بقى معاه بيكتشر اوف تونسيلايتس او لا لو كانت سبب من الاسباب ريتور فارينجيال ابسس او لا كورونيك اير او لا يعني بيكتشر من سبب من الاسباب يبقى ده بيكس تريات هو الدايجنوستيك للبارافارينجيال ابسس لكن مهم جدا جدا بقى واحد عنده البيكتشر دي هو ده فعلا parapharyngeal abscess ولا ممكن يكون other parapharyngeal swellings ودي الحقيقه مش عليه صحيح الكلينيكال بيكتشر بتاعت الفيفر دي ماشيه مع الانفكشن بس ممكن ما تبقاش تيبيكال عند العيان هنا بقى الانفستيجيشنز مهمه جدا 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 زي سي تي سكان ليه منها تو كونفيرم الدايجنوزس وان كان باين كلينيكال بس ده مهم تو ديفرنشيت ات فروم اذر parapharyngeal swellings وهنا ده تبقى مهمه جدا 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 كومبليكيشنز كوبي بقى بيست ايه هم اهم حاجه اللارنجيال ايديما والسترايد لكن الكونتنتس اللي جوه انترنال جاجلر فين ثرومبوزس كاروتيد ممكن يفرقع البايينيو سيبتيسيميا يبقى نفس الكلام مع زياده ان انت تاثر على الكونتنتس اوف ذا parapharyngeal سبيس نعمل له ايه ده ملوش حل ده جاري على المستشفى كومبليكيشن رهيبه جاري هوسبيتاليزيشن انترافينس انتيبيوتكس ذن لازم نفتح هذا الابسس تو بي درين اللي عايزك تعرفه كلمه واحده ايه هي ات شود بي درين فروم اوتسايد احنا بنعمل له فتحه هنا اهو ادي الانجل اوف ذا ماندبل وادي الماستويد وبنفتح في هذه المنطقه انتيرو للاسترنال ماستويد مصل وبنخش في هذا العمق هنا اهو نخش في هذا العمق عشان نوصل لايه البارافرنجيال سبيس وندرين الابسس ده ايا كان نرجع نديله انتيبيوتكس بعدها ماشي هستاذنكم هنقف ونخش تاني علشان تايم اوف ذا سيشن ما نبقاش قاطعين المحاضره يبقى انا هنقسمها على اتنين